المثل بيقول ايه؟ اسعى يا عبد وانا معاك، قد ما هتسعى قد ما ربنا هيكرمك، بس ما تسمعش للناس المحبطة، امشي في طريقك وخلي حياتك زي القطر كده، اللي يركب تقول له اهلا وسهلا، واللي ينزل تقول له مع السلامة، واللي يكمل معاك هيفضل معاك لحد الاخر. ما تزعلش على حاجة لما تروح منك، لان ممكن لما لو راحت تيجي احسن منها، ما تعرفش بكرة في ايه. دايما تخلي عندك امل في ربنا ان بكرة احسن، هيجي بكرة احسن. قناعتك الداخلية بان بكرة احلى من النهاردة هيجي احلى من النهاردة. النهاردة انا عندي حاجة صغيرة فرحانة بيها، بكرة الحاجة الصغيرة دي هتكبر وهفرح بيها اكتر واكتر. افرح دايما وعيش اليوم، احنا ربنا خلقنا عشان نعيش اليوم بيومه، ما شيلش هم بكرة، ما فكرش في امبارح، هعيش النهاردة، هتبسط النهاردة، هبقى مبسوط باللي بيحصل لي النهاردة، وهعيش كل ساعة وكل دقيقة وانا سعيد، وبكرة لما يجي انا شايف ان هو احسن. دايما خلي عندكم امل في الله وثقه في نفسكم، ودايما دايما تفائلوا بالخير تجدوه. تجاهل الاساءه احسن من الرد بكتير. حاول على قد ما تقدر مهما حد اساء ليك حاول تتجاهله، ده مش ضعف، ده قمه القوه. سيبه وتجاهله، ابعد عنه خالص كانه مش موجود، يسيره في يوم هيرجع تاني. تاني حاجة، ما تحكمش على حد أبدا 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 أنت ما عشتش حياته، ما تحكمش على حد أنت مش في مكانه. خلي بالكوا يا جماعة، من أكبر وأكثر الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها في حياتنا إن احنا بنحكم على الناس قدامنا وإحنا مش عارفين ظروفهم إيه. أنا ما حطيتش نفسي مكان اللي قدامي عشان أقدر أحكم عليه. أنا لما حد بيجي يحكي لي مشكلة بقول له أنا ما أقدرش أحكم عليها لأن أنا ما عشتهاش. أكيد اللي عاش المشكلة هو أكتر واحد شايف وجهة نظره صح، وجهة نظره غلط، تصرفه صح، تصرفه غلط هيعود له. ياريت نبطل نحكم على الناس، ياريت نبطل نحكم على اللي حوالينا، لأن كل اللي بعيد عن الحكاية حكيم. تاني حاجة، نرضى بالحاجات اللي موجودة في حياتنا لحد ما ربنا يحسن الحاجة. لو أنت في حاجة في حياتك مش عاجباك ومش راضي بيها، وحاسس ان شغلك ده قليل عليك، وحاسس ان عربيتك مش هي العربيه اللي انت المفروض تستحقها، وحاسس ان البيت بتاعك ده مش احسن بيت، ارضى بيهم كلهم لحد ما يجيلك وقت هتلاقي عندك احسن حاجه.